يا ريت لو يتركونا نعيش نمط الحياة اللي احنا اخترناه احنا وابنائنا اللي ورثناه عن جدودنا، ونحافظ على كل الموروث البدوي اللي موجود في فلسطين. المجتمع الموجود هذا له حق في الحياة وفي العيش وفي الحركة وفي التنقل وفي الخدمات وفي التخطيط لمستقبله، لأنه هذا المجتمع الأصلي اللي هو موجود، وهذا المجتمع اللي تربط فلسطين زي لونه. ولا رايحين نرحل حتى لو جو قاموا البيوت عنا، مش رايحين نتحرك من هذه المناطق.